لم يكن يتخيل الموسيقي السوري وعازف البيانو الشهير مالك جندلي ابن مدينة حمص السورية الذي قدم أعماله برفقة العديد من الفرق السيمفونية العالمية على أهم المسارح في سوريا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لم يكن يتخيل في أشد تصوراته قسوة وتشاؤما وهو يعيش بعيدا عن وطنه أن مشاركته لشعبه في آلامه وثورته ضد الظلم والاستبداد سيكون هذا هو ثمنها. فهذه الصور هي لأمه وأبيه الطبيب بعد اعتداء شبيحة النظام السوري عليهما في منزلهما في مدينة حمص منذ أسابيع، وقد نشرت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتذكر بما أصدرته الخارجية الأمريكية حين اعتبرت الاعتداء على عائلة مالك الجندلي مثالا آخر على وحشية وعدم احترام نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان. مالك الجندلي هو أول مؤلف موسيقي عربي يقوم بتوزيع أقدم تدوين موسيقي في العالم اكتشف في مدينة أوغاريت رأس شمرة في بلده سوريا في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد أضاف إليها الإيقاع والهارموني وعزفها على البيانو برفقة فرق موسيقية عالمية، لكن هذا النبوغ والتميز الذي يفترض أن يمنحه حصانة خاصة في أي بلد ينتمي له لم يشفع له لدى نظام تجاوز كل الخطوط الحمراء في معاقبة مبدع على مواقفه بهذا النحو الهمجي الذي استهدف أما وأبا كل ذنبهما أن ابنهما وقف ليناصر ثورة أبناء شعبه وليحتج على قتل أبناء وطنه. صور الاعتداء على والدي مالك الجندلي ستبقى ماثلة في وجدان السوريين وهم يخوضون معركة التحرير الكبرى في تاريخهم المعاصر، فمن من السوريين لم يدفع ثمنا لهذه الحرية المكلفة؟ ومن منهم لم تنله عمليات الانتقام؟ ومن منهم لم يغني مع مالك الجندلي للوطن الذي غدا حبه نارا في الفؤاد؟ أو يتلهف لمعرفة الموعد المرتقب؟ متى أراك حرا يا وطن؟ حبك نار.